مرحبا بكم في لاشين ديالي توتي كوك، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. في لاغوسيت ديال اليوم وكيف ما كتشوفوا غادي نتقاسم معكم الطريقه اللي كنحضر بها الدجاج المقرمش، كيجي اللذه ديالو بنينه وبيان سور كيجي سهل في التحضير، اللي تقدروا تحضروه مع في وجبه العشاء، وغادي نوريكم باش تقدروا تاكومبانيو. هنا عندي ستر ديال الدجاج، تقدروا تستعملوا ستر ديال الدجاج او ستر ديال لاداند. هنا عندي الدقيق، عندي البيض مع الملح والبزار وشويه ديال الحليب، عندي لا شابلوغ، وعندي في الاخير الشيبس اللي كنديرها في ان ساشي وكنورك عليها حتى كتولي مفرته بحال هكا، و ميم طون كيبقاو دوك كيف ما كتشوفوا دوك الحبات ديالها مرققينش بزاف. اول حاجه غادي نخلطوا البيض مع الحليب ديالنا حتى كيتجانسوا مزيان. غادي نبدا نجيب ستر ديال الدجاج ديالي، كنديرو في الدقيق مزيان، حاولوا انكم تخشيوه في الدقيق مزيان ويكون كله ملبس بالدقيق، لان الدقيق هو اللي كيخليه ما كيشربش الزيت فاش كنكونوا كنقليو فيه. من بعد غادي نديروه في البيض، البيض هو اللي كيخلي داكشي لا شابلوغ كتلصق لينا على الدجاج. غادي نديروه في لا شابلوغ مزيان كيف ما كتشوفوا من كاع الجوانب على هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، ومن بعد غادي نعاودوا نردوه البيض باش غادي تلصق لينا عليه شيبس ديالنا. ضروري ما تعاودوا تردوه على في البيض، سينو ما غاديش يلصق لكم عليه شيبس. كنحاولوا اننا ندوزوها في كاع الجوانب، وعاد غادي نحطوها في جنب. هاد لي زيسكالوب تقدروا تصيبوهم قبل وتحتفظوا بهم في المجمد، وفاش تبغيوهم غير كتجبدوهم من المجمد وكديروهم ديريكتومون كيتقلاو، يعني ماشي ضروري انكم تخليوهم حتى لاخر لحظه. في الويكاند باغ اكزومبل تقدروا ديروهم وتخليوهم فاش تحتاجوهم وسط السيمانه كتجبدوهم وكتقليوهم. وكيف ما قلت لكم تقدروا تستعملوا ستر ديال الدجاج كيف ما تقدروا تستعملوا ستر ديال لاداند. هنا كيف ما شفتوا كندوزوهم في الدقيق اول حاجه، من بعد في البيض، ابري كندوزوهم في لا شابلوغ، واخيرا كنردوهم البيض باش كنديروا عليهم داك الشيبس اللي كتعطيهم واحد القرمشه هائله. فهاد الاثناء كنكونوا سخنا المقله ديالتنا مزيان، خاص الزيت يكون حامي فاش ندخلوهم يتقلاو، وان فوا كنديروهم في الزيت كنقصوا العافيه باش ما يتحرقوش لينا بالزربه، وباش الدجاج ديالنا يطيب من الداخل ماشي غير تحرق لينا من برا ونحيدوهم والدجاج مازال ما طيبش مزيان من الداخل. هنا كيف ما كتشوفوا كنحطوهم في المقله، وكيف ما قلت لكم الزيت كيكون حامي وكنقصوا عليهم البوطه وحنا كنقليو فيهم، وضروري ما كنبقاو وحدهم لانهم دغيا كيتقلاو، كنبقاو نقلبوهم على الجوانب بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. وكنردوا معاهم البال باش ما يتلهبوش لينا. ها هما الدجاج ديالي من بعد ما قليته وحيدته، بيان سور ضروري ديروا بابي ابسوربون من التحت باش يحيد لينا الزيت. انا كنت مازال ما غاديش نستعملهم بعد ما قليتهم، خشيتهم واحد شويه في الفران. وكيف ما قلت لكم انا هنايا درت معاهم ان غراتان ديال لي بات لي اكومبانيت به، وبيان سور ضروري من اون سالاد، لان اي حاجه مقليه ضروري من اون سالاد معاها باش ما كضرناش الا كنا غادي ناكلوها بالليل. نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، كيف ما شفتوا هذا التارتلياتا اللي ديجا بارطاجيت معكم في لا فيديو، بارطاجيت معكم لا غوسيت ديالها قبل، درتها غير في المول ودرتها كتكغاتينا. نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، الا عجبتكم ما تنساوش تضغطوا على جيم، والا جربتوا الوصفه بهذه الطريقه كيف ما قلت لكم خليوا ليا فو كومونتير، وبيان سور تابوناو في لاشين. شكرا.